صعبة لك بنتي، غصة بقلبنا موتة أخوك كمال، وأنت كمان بدك تنزلي الولد وتعرضي حياتك للخطر. عملي مثل ما قالك أبوك، أنت لازم تتجوزي، جوزي محمد وهو واحد شهم، وما عندك حل تاني يا بنتي. شو نعمل؟ هذا هو نصيبنا وبدنا نرضى. أني جيب ابن أموت بالنسبة لي هو الموت ماما، والزواجي من محمد نفس الشيء، وأنت عم بتقلي لي اختاري بين الموتين. انت عم تستني اومط؟ حبيبك انت جاي، ها؟ لانه حضرته له عندي كلمتين. انا ما عم بستنى حدا. انت بتعرفي محله، بدك تاخديني لعنده. حسان بيك انت غلطان، انا ما بعرف شي بنوب. خربتوا حياتنا، بدي دفعكم الثمن، بدك تاخديني لعنده. تعال نشوف، امشي. حسن بيك انا ما بعرف شي، روح. اجت الشرطة وهلأ رح يوجعك رأسك كمان. شو صاير معكم يا خانم؟ هالرجال عم يزعجك؟ كنا عم نحكي وبس. بس من بعيد ما كان مبين هيك. حضرته بيكون أبو جوزي، كنا عم نحكي عن شغلة عائلية وما في شي تاني. إذا شغلة عائلية بتحكوها ببيتكم، ضروري تسمع لك كلمتين. شو هذا يا الله؟ منيح اللي خليتينا نلتقي، الهوى النظيف برد الروح. بخير يا ملك، وشك ليش ما عم يتفسر؟ المسدس طلع عند أخي أموت، مو هيك يا مراد؟ ايه، نحن فتنا هداك اليوم على البيت. ايه فتنا مزبوط. شو اللي صار ملك؟ يلي الصراحة مراد، انت يلي حطيت المسدس؟ ملاك لا تخبصي، انت شو عم تقولي؟ انت لسه قديش بدك تضل لاحقني؟ بدي تاخديني لعند هالواطي. ليك يبدو ما عم بقدر فهمك، انا ما شفت اوموت وما بعرف وين هو، واذا بتضل لاحقني اكثر من هيك رح خبر الشرطه عنك. شفت كثير ناس بحياتي بس ما شفت وحده منحوسه مثلك. اسمعيني وحياتك وعد، ما يوقع هالكلب بين ايدي رح دفع الثمن غالي، واعمل فيه شغلات ما تنسيها بعمرك. انه مو انت يلي حطت المسدس وانك ما استغليتني مراد. اذا انت يلي حطيته للمسدس الشرطة رح تعرف فورا. هي علينا ملك، انا ما عملت شي ابدا. ملك قليلي شو كان هدفنا من فوتتنا على البيت؟
نحن ما فتنا لحتى نلاقي الرسائل. ايه شو كمان؟ عم تتصرفي وكأنه أنا اللي قتلت كمال مو أموت. شو بيعرفني؟ فكرت إنك استغليتني. إذا بتريدي ملك ما تغلطي. هالوش هذا مفروض ما يكون. مراد أنت ما بتحبه لأخي أموت، يعني مخي شغال لدرجة إني أفهم هذا الشيء. بس ليش المسدس؟ انكشف تحديدا يومي اللي فتنا على البيت. ملك أنا ما عملت أي شيء، مفهوم؟ وكل شيء عم يعمله أوموت عم يدفع ثمنه هلأ. إيه أنا ما بحبه لأوموت، بس هو بنظرك رجال شهم؟ وبتقولي ملاك بنظر أهل الحارة. بتعرفي ليش ما بحبه لأوموت؟ ها؟ بتحبي أحكي لك؟ يوم اللي توفوا أمي وأبي كان عمري 6 سنين. أنا وأخي أجنب دارين مختلفين للأيتام. حبيب قلبي يا أخي، سببي الحقيقي بالحياة هو اللي عم يخليني أعيش، وهلا هو من تحت رأس أموت بالسجن. ليش شو يلي عمله أخي أموت؟ ولا شي. شو بده يعمل؟ فات على السجن بسبب جريمة مو هو اللي عملها. أخي كان عمره 15 سنة، يعني لسه شواربه ما طلع، ولهلأ مسجون بسبب أموت. ملك يوم عن يوم عم ينزل أسلي وما له أي سن. لهذا السبب أنا ما بحب أموت. ملك أنا غلطان شي؟ أنا حابب أفتح صفحة جديدة بحياتي، صفحة نظيفة ونقية معك. صدقيني يا ملك أنت كتير غالي على قلبي. يا ملك أنا بدي أتزوجك، عم تفهميني؟ بس هلأ إذا بتروحي بتقولي أنه نحن فتنا لهونيك بتخربتي تفكير الجماعة وهيك بتخربي كل شيء، عم تفهميني ملك؟ أوعك تغلطيها، شيلي هالوساوس من راسك. اتفقنا؟ ليكي كمان ما صار له زمان ميت، استني شي 2 3 شهور ورح نتجوز، رح تصيري مرتي على سنة الله ورسوله. اتفقنا؟ ملك خليكي عاقلي شوي. شو بعرفني؟ يعني مثلا روحي نقي فستان العرس. شو رأيك؟ أصلي أنا سبق وحكيت لك عن قرارنا، ومحمد لساته حابب يتجوزك، وهلا بقرب وقت لازم نكتب الكتاب. ماشي بابا. فاطمة وانتي جاهزين لأبري شاي لنشربه نحن ومحمد سوا؟ على عيني رح ساوي شاي. أنا رح أغسل إيدي وشي وبرجع. ماشي أخي حسان. سمعت باللي عمله أوموت وزعلت عليك كتير. رح اتجوزك بشرط واحد، بدك تساعدني نزل الولد. أوف. على شو عم تتأففوا لك؟ تفضل أخي. اسلموا إيديك أورهان. ما تشرب، ليش عم تزيحة؟ شكرا ما بدي اشرب، طالما حبيبتي ام شعر الاحمر مو موجودة ما بدي اشرب شيء. اخ لو انت كمان يا اشرف بتقحط وبنرتاح منك بقى. لو اعرف مكانها كنت احط يا معلم، بس راحت راحت يا معلم. الو مرحبا يا اخ، قديش اكواطي وندل لك؟ خير مراد شو في؟ لسه عم يسألني. ها؟ عم تسألني ولا؟ لك انت مو المفروض تسدد لي ديوني؟ ها؟
كم مرة بعتت هذا الولد لعندك على المحل؟ الولد وصل لعند حضرتك. ليك كرمال خاطر هالولد أنا ما رح أذيك، أعرف حدودك يا بالولو ولا تتجاوزها أبدا. مراد شو قصدك أنت؟ شو عم تحكي؟ أنا ما فهمت شي. أنا دفعت لك ديونك كلها. ولك ابني شو انضربوا في وزاتك أنت بعد اللي صار بأخوك أموت؟ شو أمورك فاتت ببعضها؟ أنت مانك مديون لي بقسطين ولك؟ عم بحكي عن السندات. مراد الظاهر أنت مأجر الطابق الفوقاني. أنا دفعت لك كل ديوني على دوز بارا ورجعت لي السندات تبعي. ولك هذا شو عم يحكي؟ أنت إمتى سددت قيمة السندات؟ تعال أنا رح أورجيك السندات. تعال فوت. قال مسدد. إمتى سددته لك؟ قل لي إمتى. سدد قيمة السندات. السندات ضايعين. أنا بقول له سددت السندات وهو بيقول لي ضايعين. أشرف وين سنداته لك؟ والله كانوا هون يا معلم. شو يعني كانوا هون؟ شو يعني؟ دور عليهم نشوف وينهم. يلا بسرعة شوف وين حاططهم. حبيبي مراد بس تلاقيهم بقى خبرني. يلا بخاطركم. وين رايح ولك؟ رايح على محلي. لقيتهم ولا؟ لا والله يا معلم ما لقيتهم، بس والله حطيتهم هون بإيدي. ولك هالسندات وين بدهم يروحوا؟ وين بدهم يروحوا قل لي؟ والله العظيم ما بعرف. معقولة أنا أعمل هيك وأنا إيدك اليمين يا معلم؟ أنت أخذتهم ولك؟ وين السندات؟ ولك ليش ما حدا عم يرد علي؟ أكيد ما صار لهم جناحات وطاروا بالسماء. أنت أخذتهم أساساً باليوم اللي بعدتك فيه لعند بالولو كنت شفقان عليه كتير. ليش أخدتهم ولا؟ نزل إيدك ولا؟ ليش هيك عملت؟ نزل إيدك أحسن لك. أنت شعليت ولا؟ علمي ليش أخدتهم؟ علمي هدي أعصابك. ولك ليش؟ توصل لك معلم وأنت كمان نلع من هون. يلا أنا ماني مجبور اشتغل معك أبداً ولا؟ تعال هون ولا كلب. تركني أنت كمان ترك. أساساً من أول يوم أنا ما حبيته يا معلم. وأنت ما قدرت تحافظ علي. معلمي هدي أعصابك. طلع لبرا وخذ هوا نظيف. أشرف طلع روح جيب لي كاسة مي. يلا طلع. أنا ما فيني ساعدك بهالشي. ماشي مثل ما بدك، وأنا رح اختار الحل التاني. وشو الحل التاني؟ يا بنزل الولد يا أنا رح ضحي بحالي. أصلي لا تحكي هيك، أنا ما فيني حط هيك شغلي برقبتي، هاي بتعتبر جريمة. ماشي وأنت كمان عيش بعذاب الضمير. بتقول إجت لعندي وطلبت مساعدتي وأنا رفضت أني ساعدها، وبتقول أنها انتحرت لأنها قالت ما بدها تجيب ابن القاتل. بس لو كنتي شفتي شكل مراد وهو متوتر لما دور على السندات وما لقاهم بالخزنة هستر وصار مثل المجانين. زينب شو وين شاردة؟ بالي مشغول على أموت. طيب في شي أخبار عنه؟ لا. يلا إن شاء الله يكون خير. لك أخي شو صار؟ مبين كأنه علق معك. هذا التافه بألف زور حتى لفت من إيدي. شو صار؟ تركت الشغل؟ تقلعت بس مو فارقة معي. طول بالك. مو فارقة معي نهائي. زينب في شي خبر عن أخي أموت؟ لا. لكن نحن لازم نقوم. يلا أنا رح أستنى بنال لحتى تجي. ماشي. حبيبتي زينب أنا بخير، لا تشغلي بالك، عم أفكر فيكي على طول. رح جن إذا ما قدرت شوفك. بنص الليل رح أجي على الأوتيل.
تركي باب الحديقة مفتوح. أموت. قديش حلو هالمكان؟ شلونك؟ منيحة وانتي كيفك؟ ماشي الحال. أطلقوا سراحه لخليل، بس ما عرفوا أبداً لا شو بيشتغل ولا وين ساكن ولا أي شيء، وما قدرت ولا بطريقة أمن أي عنوان إلو. حتى لو لقينا ما رح يحكي معنا، وأكيد ما رح يجي يخبرنا عن دوره بهالخطة. معك حق، ولهيك من مبارحة وأنا عم فكر كيف ممكن نعرفهم لهدول الناس اللي ساعدوه لخليل. ما رح نلاقيه، مستحيل. أوف، أنا رح جن من كتر ما عم فكر. برأيي ما لازم تكوني محبطة لهالدرجة. مثلا صحيح نحن ما قدرنا نوصل له، بس أنا لما أوصل لمحامي رح بعرف منه كتير شغلات. معك حق، أنا بوثق فيكي. أنتي حتى طلعتيني من السجن. رح بعمل اللي بقدر عليه. زينب أنا معك. بلشت تحس أني كاتبت قصص بوليسية مو محامية. تخيلوا ابني المرتب. حسن قال لي شو عم تساوي؟ ليك شوف شو جبت لك. امي حلو كتير. حبيتها؟ يسلموا ايدك عمو مراد. كلمة يسلموا ما بتكفي، يلا هات بوسي لشوف. يا روحي انت. الله يحميك يا ابني. ملك عادي شوي. حسن انت اطلع على الغرفة ماما. حاضر ماما. يلا يا سبعي. ملك أموت ممكن يجي لهون ليشوف زينب. فتح عيونك وأدنيك منيح. ماشي. ليكي بلغي عنه وين ما بتشوفي، بعدين خبريني. ماشي ماشي. ملك ما تفهميني غلط، ما بدي اياكي تتورطي بهالشغلة هي. ما يعرفوا انك ساعدتي بياخدوكي من فرجتك وبيسجنوكي. ماني عارفان شو بدي أعمل يا أخي. أصلي عم بتقول رح تضحي بحالة إذا ما بساعدت تنزيل الولد. أكبر جريمة بالحياة إنك تقتل هذا الولد، برأيي ما تغلط. أوف، أنا بموقف صعب. كيف بدي خلي أصلي تتمسك بالحياة؟ لك هاي لساعتها صبية صغيرة بتظن إنه مصيبتها أكبر مصيبة بالعالم كله. أحكي معها واقنعها وما تشارك بهالغلط. ماني عارفان يا أخي. تخيل أبو للولد هو اللي قتل أخوه، كيف بده يربى هالولد؟ وهالبنت كيف بدها تربيه؟ إذا بيولد مصيبة وإذا بيموت مصيبة، شو بدي أعمل؟ ما بعرف. شو أنت حبيت لهالبنت محمد؟ الو. اصلي انا محمد. اهلين محمد. انا موافق على الشيء اللي طلبتيه. ماشي، لكن بكره فورا منروح. اسمعيني، اصلي هالعمليه خطيره كتير، والمشافي العاديه ما بتعملها وممنوعه. ماشي، انت بس اللي بدك تساعدني ولا لا حتى افهم. طبعا بدي ساعدك، بس حبيت تعرفي. ماشي، لا تشغل بالك، انا اهتميت بكل شيء. ماشي، انا لقيت محل وبكرة فينا نروح عليه. ماشي. المهم انت تكوني مرتاحة، انا كرمالك جاهز اعمل كل شيء. تصبح على خير. مع مين عم تحكي يا بنتي؟ عم احكي مع محمد بيك. شو عم يحكي؟ بدنا نلتقى بكرة مشان نجهز الوراق تبع كتب الكتاب. يا بنتي انت اخذت القرار الصحيح، ورح تشوفي كيف رح تنسي هالايام وبحياتك كلها ما عاد تبكي يا بنتي.
إذا بدك تعا واشتغل معي. شكرا بلولو. أنت مبين قديش عم تكسب. أساسا زينب عم تشتغل عندك. وأكيد رح انتقل عليك إذا أنا بشتغل عندك كمان. طيب وبهالحالة شو بدك تعمل؟ شو بدي ساوي بالولو؟ بدي دور على شغل. الله كبير إلا ما يفتح لي شي طاقة شغل. شوف أمانة خبرني إذا احتجت شي، نحن منضل أخوة ولبعض مو هيك؟ كتر خيرك يا أخي. أنا بدي أقوم نام. ماشي، وأنا كمان رح أشرب شاي ونام. يلا تفضل. خلص عليك إذا بتحرك. ملاك شو عم تساوي هون؟ أنت كمان ما قدرتي تنامي؟ حسن طلب مني مي وأنا رايح أجيب له. ماشي، وأنا كمان جاية معك على المطبخ. تعالي. التفت التفت ولا في شي جديد صاير؟ ولا في خبر من أخي أموت؟ لا ما في شي. إذا حابة نحكي وصل المي لحسن ونقعد بنحكي. إيه؟ لا بدي سخن كاسة حليب بشربها وبنام. شكرا. زينب ما تفكري كل هالقد، بتأذي حالك. لكي أنا كل ما عم شوفك هيك عم بتأثر كتير، يعني صار يلي صار وما في حل تاني بنوب. إذا ما قدرت تنامي فيقيني. ماشي. زينب أموت؟ أموت أنت منيح؟ أنا منيح منيح، بس انشغل بالي عليك. رحت على المخفر وقدمت إفادتي، قلت لهم ما بعرف شي.
عمو حسان ما ضايقك بشي مو هيك؟ لا ما ضايقني، بس قال لي انه هو رح يلاقيك ويدفعك الثمن. هاي المسألة أنا بحلها، رح حلها وشو ما كان الثمن يكون. شرطة أطلقوا سراحه لخليل، لو نلاقي أنا كمان بدي روح وأحكي معه. أنا رح لاقي. منال عم تحاول تلاقي اللي عم بيساعد خليل، وعم تحاول تلاقي المحامي تبعه مغير إفادته وقايل أنه أنت اللي عملت الجريمة، وكمان قايل أنه المسدس ببيتك. رح لاقيهم ورح لاقي اللي وراهم كمان. زينب انت ديري بالك على حالك، وانا بوعدك اني اكشف كل واحد نصب لي هالكمين. اخي اسمح لي انا كمان اجي معك وساعدك. برهان هي مشكلتي. اخي انا رح اجي معك واحكي اللي بدك اياه، ما رح خليك لحالك. بتشكرك لأنك وثقتي فيه. الو يا شاطر، تأخرت على الشغل، قوم يلا. شوفي مين انتو عبكرة الصباح؟ وينو خليل؟ مين خليل؟ شو انا مختار؟ روح سأل المختار. سألتك وينو خليل؟ لا تواخذني يا اخي، أنا والله ما كنت مصحصح، لا تواخذني. إيه معناتها صحصح وجاوب على قد السؤال. خليل جياته صارت قليلة لهون، من وقت ما بلش بالشغل بالسيارات خفت جياته لهون. إيه وين بلاقي؟ ممكن يكون بالصناعة محل المعلم تحسين، هنيك بيقطعوا السيارات يلي بيسرقوها يا أخي. تحسين المعلم تحسين بالصناعة. يلا صباح الخير. صباح الخير يا بنتي. صباح الخير معلم. ايه شو بدك تعملي اليوم، رايحة على الشغل؟ رح روح يا معلم، انا رح استر من القعدة هون وكثر التفكير. صباح الخير، ان شاء الله صحة وهنا. صباح النور. يا جماعة انا فكرت كتير بيني وبين حالي وما قدرت اوصل لشي، جيت منشان اسأل على فوسون خانم. روح اسأل هالشي لمعلمك مراد. ومعلمي مراد شو قوله على أب هالشي؟ أنا قلبي عم يتقطع وهو ما بيقدر يساوي شي، فقلت لحالي أحسن شي إنه أجي لعنكن، بلكي بلاقي عنوانه أو تليفونه منشان تلفل على الأقل وأحكي معه. روح اسأله لمراد، هو بيعرف أكتر منا. احترم حالك ولا؟ مبين إنه مراد متضحك عليك. معلمي ما بيعمل هيك معي. معلمك مراد ضحك على فوسون وأخذ الأوتيل منا، وكمان أخذ قرار محكمة بالأخلاق. معلمي مراد؟ معلمك مراد صلبت عليها وأخذ منها الأوتيل اللي ورثته من أبوها، وهي حملت حالها وراحت لما تنزت بالشارع. مو بعيد عنه، سبق وشلحني حبيبتي وبعدين فرقني على اللي بحبها، وهلأ هالواطي الحقير طعني بظهري. أوهو صباح الخير. يا أصلي أنت عندك خبر أنك تجاوزتي بفترة الحمل مرحلة إمكانية تنزيل الجنين؟
طبعا لهيك اجيت لهون. بهالحالة لازم تعرفي انه نحن ما ممكن نتحمل اي نتيجة ممكن تظهر او اي مضاعفات بتصير معك بعد العملية. ايه بعرف. لو سمحتي ممكن تساعديها لأصلي خانم بتغيير ثيابها؟ حاضر. شوم عليك يا بالولو، ولك انت ما بتخجل على حالك؟ ليش عمو حسان؟ شوفي شو صاير؟ ولك انت ما بتخجل تمشي مع هيك مرة بالحارة؟ عمو حسان ما تحكي هيك، ليش هي شو عملت لك؟ شو عملت لي؟ عم تقلي شو عملت؟ هاي المرة خربت بيت العيلة كله. خلينا نمشي. انت يبدو ما عندك خبر بشي. هاي المرة انفصلت عن جوزها يلي بتحبه بس ليتجوز بنتك، عندك خبر بهالشي؟ الله يلعن جوزها، وهو شو عمل؟ راح تركها وقتل ابني. أموت ما قتل حدا، بعرف إنه وجعكن كبير بس رجاءً لا تزيدوها علي. ولك أرسائلك عين بتحكي وليه؟ أخصى هديك الساعة اللي جيتي فيه على الحارة. لا يا عمو حسام ما بيصير تعمل هيك، بعدين زينب شو دخلها؟ عيب. عم تحكي على عيب؟ العيب الأكبر إنكن تركتوا هالمرة بالحارة. بس يكون معلومكن كلكن رح تدفعوا الثمن كلكن. يلا أنت منيحة؟ منيحة. من وجع ومانو عرفان شو يعمل. السلام عليكم. وعليكم السلام. يعطيك العافية يا معلم. عم ندور على واحد اسمه تحسين، انت؟ اي انا، تفضلوا. اي معلم، نحن عم ندور على خليل، بتعرف لنا وين منلاقيه؟ لا تشغل بالك، ما لنا عم ندور عليه مشان شغلت السيارات. لكن ليش عم تدوروا عليه؟ انا بشتغل شوفير تاكسي ولفترة ما رح أقدر أشتغل، فقلت بلكي خليلي بيشتغل عواضي. نحن من نفس الحارة، ما لقيته بالبيت، فالشباب عطوني اسمك وقالوا لي إني أسألك. احكي لنا إذا بتعرف وين بيكون. بصراحة خليل ما له عنوان ثابت بالمرة. طيب وين فينا نلاقي؟ ليك طمن بالك، ما عم ندور عليه لنزي، هو شوفير ممتاز وهيك بيطلع حق خبزاته. اللي بقى وين منلاقي؟ ليش كذبت علي يا معلم؟ انت شو عم تعمل ولك اجداب؟ شو مقلعينك من العصفورية؟ شوفي شو هالحركات؟ حبيبتي فوسون راحت من تحت راسك، ليش ما تركنا نعيش مع بعض قصة حب؟ يا اشرف، هلا لا تخليني رحق لك كل حق لحبيبتك والدنيا كلها. مو بهالسهولة، انت فيك تلحق لها. ولك انت كيفك عم تحكي معي ها؟ شبك؟ كيفك عم تحكي معي؟ عارف شو عم تحكي معي؟ أحسن ما كسر لك حنكك، فهمت؟ يا معلم أنا حطيتك بمقام أبي، واللي عملته فيني عدوي ما بيعمله.
ولك انت شلون بهالمخ المتخلف عم تحكي معي بهي الطريقة؟ جاوبني ولك اسمعني منيح، فجر لك هالمخ هذا فجره، روح لاقي لك حدا تاني تحبه، لا تخليني لحق لك ولحق لحبك ولخفقة قلبك ولك انفوخ لشوف. برافو عليك يا سبق، أنا حطيتك بمقام أبي، بس وقت الجد إيدك بكسر لك إياها. ولعلمك أنا زلمة شهم، وإذا كل هالفترة كنت عم بخدمك لأني بحب شغلي بس، ومن هلأ رح تشوف وش أشرف الحقيقي. فينيتو. العمى بعيونه شو صار له هاد؟ خليكي جنب أوراق بحالتها وخبريني بس تصحى ماشي؟ حاضر دكتورة. أنت بتكون قريبة لأصلي خانو؟ إيه نعم. الحمد لله العملية نجحت. وأصلي شلونها؟ فيني شوفها؟ هلأ هي نايمة لسه أستاذ، بس تصحى الممرضة رح تخبرك. دكتورة رد رجع النزيف وأنا ما عم بقدر وقفة والمريضة لسه ما صحيت. إذا بتريد يا سيد خليك واقف برا. رجاء بس ما يصير لها شيء. هدي أعصابك يا أستاذ. إذا بتريدوا ساعدوها. إذا بتريد تستنى ورح نعمل اللي علينا. لازم لحق النزيف على السريع. نزيف قوي وما عم بقدر وقف النزف، لازم ننقلها على المشفى فورا وإلا ممكن نخسرها للمريضة. اهدى خليل اهدى، خلينا نحكي بس. أخي حسان الحاني أصلي تعباني يا أخي. تعال يا أخي وهون رح أحكي لك كل شيء. رح يدخلوا أصلي على العملية. خليك هون. إذا بتريدي ما تموتي. أصلي ما تموتي. امشي ولا. بدك تحكي. مين اللي طلب منك تخرب بيتي؟ ما بعرف شي، بحلف لك اني ما بعرف. ليش بالمخفر عطيتهم اسمي ولا؟ لك احكي ولك؟ والله وكتاب الله بموتك. انا رحت لعند كمال والشرطة كمشتني وقالوا انت يلي قتلته. لك احكي ولك؟ اخر مرة عم اسألك ليش عطيتهم اسمي؟ يا اخي صدقني انا مالي علاقة بحدا. لك لا تكذب علي، لا تكذب، خربط لك وشك. ها شبه بنتي يا محمد، شو هي حاولت تنتحر؟ ولك يا محمد احكي شو صار. كل شي بسببي انا يا اخي، لو انا ما ساعدتها. سامحني يا اخي. بوس ايدك محمد. احكي، انتو ما كنتوا رايحين تبلشوا ما عملت كتب الكتاب؟ ما رحنا، نحنا أصلي قالت إنه ما رح تتجوزني إذا أنا ما بساعدها بالإجهاض. لك آه يا بنتي آه. شو؟ روحت الولد؟ إيه نعم، لقيت عيادي ممرخصة وما قدروا إنهم يوقفوا النزيف وما كانت تصحى. ما كان قصدي يصير هالشي. يعني بنتي حاولت تنتحر. محمد كيف بتخليها تعمل هالشي؟ انت كيف تعمل هالشغلة من وراي يا ابني يا محمد؟ انا نفذت رغبتها اصلي. اخ يا محمد اخ، انت شو عملت؟
انتوا قرايبين اصلي خانو؟ ايه نحن يا دكتور. كيف وضع؟ طمني. عاملي اجهاض غير قانوني وناس في كتير، هلا دخلناها على العمليه بس الخطوره عليها عاليه، ونحن بحاجه دم زمرت آ سلبي وبسرعه. طلبت من بنك الدم بس ممكن نحتاج لكميه اكبر، وبيكون منيح اذا انتوا كمان بتبلشوا تدوروا عليها. العافيه. هديك الليلة كمال قبل ما يموت حكالي عنك. شو حكى؟ وقتها هو قال لي انه ناوي يقتلك يا اخي، وانا هذا اللي حكيته للشرطة، وبحلف لك ما حكيت غير هذا الشيء. انت عم تكذب؟ لو عم تكذب مثل الكلب. لك ليش عم تكذب؟ صدقني يا اخي والله ما حكيت غير هذا الشيء. انت كمان ما حكيت عن المسدس؟ مسدس شو؟ انا ما بعرف شي ولا عن اي مسدس. لا تكذب. ولا قلت لك لا تكذب. اخي بحلف لك انه ما بعرف شي عنه. اسمعني منيح، طلع بوشي، طلع فيي منيح. اخي بوس ايدك تتركني، انا واحد درويش. لا تبكي مثل البنات. ولا يا ريتن انعموا عيوني، ان جبت سيرتك يا ريتن قطع لساني وما جبت سيرته لكمال. أول رصاصة براسك. كل اللي عم تحميهن ومين ما كانوا ما رح يحموك، يعني كل هالنفاق وكل هالدجل ما بيفيدك وقت اللي بدي قتلك، فهمان؟ بحلف لك إني ما حكيت شي، صدقني إني ما حكيت شي لحدا. أرهان. إيه أخي. اكتب رقمك واعطيه لخليل. هذا الرقم ليك يا خليل، صحصح وفتح أذنك منيح. هذا اللي رح يخليك عايش إذا ما بدك تظلني تلفن لي عليه. أما إذا بدك تضل ساكت هيك بحسب الله ما خلقك. فهمت ولا؟ فهمت علي ولا لا؟ ماشي يا أخي.